أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، والبداية بأهم العناوين. صحيفة العرب اللندنية: لا شيء قد تغير، العراقيون يعودون إلى ساحات انتفاضة تشرين. صحيفة العربي الجديد اللندنية: نور المالكي في طهران، زيارة غير معلنة بأوراق سياسية. صحيفة القدس العربي: خلاف سياسي وشعبي حول قانون الانتخابات الجديد. وفي تقرير لصحيفة القبس الكويتية تنقله عن فاينانشال تايمز الأمريكية: بدون رصاصة واحدة هكذا ابتلعت الصين الشرق الأوسط. من المقالات يكتب محمود حسونة في الخليج الإماراتية: إرهاب السلاح المنفلت. ويكتب فاروق يوسف في أخبار الخليج البحرينية: الخطر النووي الإيراني الزاحف. فاصل قصير وتأتيكم التفاصيل. رأت صحيفة العرب اللندنية أنه لا شيء قد تغير، والعراقيون يعودون إلى ساحات انتفاضة تشرين. ويقول ناشطون إن أجواء تشرين جديد تتشكل في بغداد. ويحذر مراقبون من أن الأحزاب والميليشيات والجماعات العراقية التابعة لإيران جاهزة للاستثمار في هذا الاحتقان الشعبي ضد حكومة الكاظمي. قالت صحيفة المدى العراقية إن أسر شهداء التظاهرات الناصرية قرروا فتح جسر الزيتون الذي شهد مجزرة جميل الشمري، وذلك بعد إغلاقه على مدى 10 أشهر إثر مجزرة دموية راح ضحيتها 550 متظاهرا ما بين شهيد وجريح في تشرين الثاني 2019. وجدد المتظاهرون مطالبهم بتسليم المتهمين بارتكاب المجزرة وجميل الشمري إلى المحاكم المختصة. عنونت صحيفة العربي الجديد اللندنية: نور المالكي في طهران، زيارة غير معلنة بأوراق سياسية. ولم تكشف المصادر عن سبب الزيارة أو جدول أعمالها، وحول ما إذا كانت الزيارة لها علاقة بالحراك السياسي الجاري في العراق المتعلق بالانتخابات المبكرة والخلافات بين القوى السياسية الحليفة لطهران، وأن لدى المالكي مشروعا سياسيا لجمع قوى البيت الشيعي وإنهاء الخلافات الحالية بدعم إيراني. أوردت صحيفة القدس العربي: خلاف سياسي وشعبي حول قانون الانتخابات الجديد، حيث لا يزال قانون الانتخابات الجديد في العراق يثير الخلافات ونقاط الجدل بين العراقيين من جهة وبين السياسيين من جهة أخرى، وكذلك بين السياسيين أنفسهم. ويرى مراقبون أن هناك جهات سياسية تحاول جعل هذا القانون يتناسب مع مصالحها ومكتسباتها السياسية من خلال محاولة حذف وإضافة بعض الفقرات فيما يخص دمج الدوائر الانتخابية مع بعضها على أساس مناطقي وطائفي وعشائري. وفي ذات السياق بينت صحيفة المراقب العراقي أن البرلمان يعود إلى سباته بسبب مشاكل معقدة بددت آمال تمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، وذلك بعد انعقاد 4 جلسات. ويقول البرلماني عدي الشعلان إن الأمر الذي يعيق القانون هو آلية إجراء الانتخابات من حيث الاعتماد على البطاقة العادية أو البطاقة البيومترية، كاشفا عن اختفاء أكثر من 1,500,000 بطاقة انتخابية. أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن محادثات الكاظمي في أربيل تمهد لاتفاقات طويلة الأمد. وعن هذه المباحثات يشير الخبير القانوني طارق حرب إلى أن الذين كتبوا الدستور أكثروا فيه من صلاحيات الإقليم لنقل هذه الصلاحيات لإقليم الوسط والجنوب، معتبرا أن أحكام الدستور هي الأكثر سخاء لإقليم كردستان. وفي تقرير للقبس الكويتية تنقله عن صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية: بدون رصاصة واحدة هكذا ابتلعت الصين الشرق الأوسط. وتحدثت الصحيفة الأمريكية
حول النفوذ الذي تحققه الصين في الشرق الأوسط على حساب المصالح والأهداف الأمريكية في المنطقة، وأن الدافع الحقيقي للحرب على العراق هو للسيطرة على ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. ويبدو أن الصين وليس الولايات المتحدة هي من ربح حرب العراق وتداعياتها في نهاية المطاف دون إطلاق رصاصة واحدة. وهذه انتقالة مشاهدينا إلى الكاريكاتير. في زاوية مقالات يكتب محمود حسونة في الخليج الإماراتية إرهاب السلاح المنفلت. يقول الكاتب: تحول العراق إلى دولة منفلتة السلاح ومتعددة الولاءات وحاضنة للميليشيات، ولم يكن ذلك أمرا عبثيا، فقد كان الهدف هدمه تماما، وبذلك لن يستقر العراق وعالمنا العربي إلا بالقضاء على السلاح المنفلت وبالإيمان بأن الدولة القوية هي التي تملك جيشا قويا لا يسمح لأي فصيل أو جماعة أو ميليشيا أو عشيرة بأن تنافسه تسلحا وقوة. ويكتب وليد رجيب في الراي الكويتية عندما تهترئ الدولة، يقول في مقاله: عندما تهترئ الدولة تتفكك وتتوزع السيطرة والسلطة على أصحاب النفوذ، ويصبح المجتمع رهين الاستقطابات، وتصبح المرجعيات طائفية وقبلية وفئوية، وتتوزع الثروة على الولاءات وشراء الذمم، فتغيب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتستبعد الكفاءات الوطنية النزيهة. وأول مظاهر اهتراء الدولة هو فقد الناس لحرياتهم الشخصية والعامة. ويكتب فاروق يوسف في أخبار الخليج البحرينية: الخطر النووي الإيراني الزاحف. ويرى الكاتب أن أوروبا تكذب على نفسها حين تحاول أن تخفف من الضغط الأمريكي على إيران، فالخطر الإيراني هو أكثر وضوحا من أن يتم التستر عليه، ذلك لأن البرنامج النووي الإيراني لم يصمم إلا لأغراض عسكرية، وإيران تحلم بامتلاك السلاح الفتاك لكي تكون في منأى عن الرقابة العالمية. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. يسرنا تفضلكم بمتابعة تحليلات الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر الهاتف من عمان بالسيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد عبد القادر إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. دعنا نبدأ أولا من عنوان صحيفة العرب اللندنية، حيث تقول: لا شيء قد تغير والعراقيون يعودون إلى ساحات انتفاضة تشرين. وتنقل الصحيفة عن ناشطين قولهم إن أجواء تشرين جديد تتشكل في بغداد، كما يحذر مراقبون من أن الأحزاب والميليشيات والجماعات العراقية التابعة لإيران
جاهزة للاستثمار في هذا الاحتقان الشعبي ضد حكومة الكاظمي. برأيك هل سيحصل ذلك الاستثمار؟ من المعلوم تماما أن التظاهرات هي لم تنطفئ، وبالتالي هي قررت استعارة وطن، وقد قدموا تضحيات جسيمة من خلال شهداء بالمئات سقطوا وروت دماءهم أرض الرافدين، وجرحى وصل إلى 30,000 لا سيما مختطفين معتقلين، ولا زالت القائمة مستمرة بهذا الاستهداف. لكن معلوم تماما أن جائحة كورونا قد اتخذ المتظاهرون احتياطاتهم اللازمة حتى لا يصاب البلد، وقد نجحوا إلى هذه اللحظة، الساحات لم تسجل أي إصابة، لذلك التظاهرات تستأنف نشاطها في الذكرى السنوية الأولى بانطلاقة كبيرة أوسع وبواقع جديد وبمفاجآت ربما لن يسمع بها الساسة، لا سيما أن هناك في أجندات إسقاط الحكومات المحلية، أن التصعيد الحاصل وصل إلى مرحلة إسقاط العملية السياسية بالكامل، هذا كله حقيقة سيأخذ مجراه. المتظاهرون هم من وقفوا وفضحوا كل الجرائم الإيرانية وكشفوا كل مشاريع إيران وأحرقوا سفاراتها وقنصلياتها، ولذلك يعلمون تماما أن الدماء التي زهقت وأن أكمال عهدهم ووفاهم وأكمال ثورة الشهيد، هؤلاء الشهداء والجرحى سقطوا بتوجيهات وخطط إيرانية كانت مباشرة من قاسم سليماني أو تبع ونفذتها الميليشيات الموالية، وقد كشفت الأمور على مصراعيها. لذلك لا ينجح الإيرانيون في استثمار القضية ضد شخص معين، لأن المتظاهرون سيكونون ضد العملية السياسية بأحزابها برمتها بدستورها بما جرى، بدليل أنهم كانوا يطالبون المتظاهرون بانتخابات مبكرة، لكن شروط الانتخابات المبكرة لم تستوفي التي أعلن عنها الكاظمي، ولذلك رفضوها من اللحظة الأولى. والكاظمي ليس بعيدا عن إيران حتى تستهدفه أو تصعد أو تريد استثمار التظاهرات إيران وأتباعها، لذلك التظاهرات ستجعلهم كلهم هدفا مشروعا شعبيا لها. طيب ما المتوقع في الذكرى السنوية الأولى لانطلاقة ثورة تشرين؟ من المعلوم أن هناك مفصل مهم تماما في تاريخ العراق، وبالتالي أيضا هناك نهضة وطنية أثبتت للجميع أن الشعب العراقي لا زال حيا يريد وطنه، لذلك أمام هذه القضية يعلم الشعب العراقي أمامه طريق لا بد أن يسلكه في استعادة الوطن. نحن أمام إرهاصات ليس فقط على مستوى العراق، على مستوى المنطقة، والعراق في قلب العاصفة، لذلك حقيقة المنعطفات القادمة للتظاهرات ستكون متنوعة، منها ما ستكون على مستوى المحافظات إسقاط الحكومات المحلية والمحافظين الذين جزء من هذه الأحزاب، ومنها أخرى ما ستذهب باتجاه محاصرة ربما الدوائر السيادية وبالتالي تقليل عملية الفساد الحاصل في العراق. والهدف الآخر ستذهب التظاهرات لا بمطالب، حتى المطالب التي سبقت بتغيير النظام والذي إلى الآن حقيقة تعمل هذه الأحزاب على عملية تدوير النفايات وتدوير أنفسها من خلال بعض الترقيعات الإصلاحية والتي تريد أن تحظى بدعم دولي بهذه القضية لن تنجح. المتظاهرون أخذوا على عاتقهم في جديدهم القادم أنهم يريدون وطنا موحدا بعيدا عن التقسيم، وأنهم لن يرضوا بأنصاف الحلول، وبالتالي سيعمدون على تطوير الآليات التي من خلالها يتم استثمار تظاهراتهم في محاصرة أوكار العملية السياسية والأحزاب التي تستولي على مؤسسات الدولة. نعم، نتحول إلى صحيفة المدى العراقية التي تعنون: أسر شهداء تظاهرات الناصرية يقررون فتح جسر الزيتون الذي شهد مجزرة جميل الشمري. برأيك لماذا تواصل الحكومة مماطلتها في التحقيق بهذه المجزرة وغيرها الكثير من المجازر؟ لأن الحكومة جزء أصيل من عملية استهداف المتظاهرين وهي متورطة، فجميل الشمري هو خاضع للقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي معلوم تماما أن خروج عادل عبد المهدي براتب تقاعدي وبتكريم وبحفل توديع يؤكد على أنهم ليس في أجنداتهم محاسبة المجرمين ولا المتورطين بالدماء، ولذلك القضاء والادعاء العام بعيد، كلها مسيسة. فعلى هذا الأساس هؤلاء يتسترون على أنفسهم لأنهم هم من صنعوا الجريمة، فجميل والميليشيات
والقتل بأسمائهم المعروفة الذين مارسوا القتل، كلها أجهزة حكومية والدولة تدفع رواتبهم وترعاهم ولذلك تتستر عليهم. طيب، عنونت صحيفة العربية الجديدة اللندنية نوري المالكي في طهران زيارة غير معلنة بأوراق سياسية. تقول الصحيفة أن لدى المالكي مشروعا سياسيا لجمع قوى البيت الشيعي وإنهاء الخلافات الحالية بدعم إيراني. كيف تقرأ هذه الزيارة ولماذا يزور المالكي طهران في هذا الوقت بالذات؟ هذه أوقات حرجة، وهي كما أشرنا في بداية الكلام هي في قضية مفصلية في تاريخ العراق، لذلك هناك تحركا أمريكيا موجود على الساحة العراقية، وهناك أيضا يراد من تقليل النفوذ الإيراني التي تجاوز الخطوط الحمراء، وهناك أيضا الدولة العميقة التي أصبحت للجميع لا بد أن تنتهي، لأن العملية السياسية أيضا أصبحت في مهب الريح، ورأيتم التدخلات حتى أن مرجعية النجف تتدخل بطريقة كيفية إنقاذ العملية السياسية، فهي بالتأكيد تترنح أمام إرادة الشعب العراقي الذي وصلت إلى طريق مسدود، ودوليا بدأت تتكشف يعني كل ملامح ما جرى من جريمة منظمة لهذه العملية السياسية، لأن الشعب العراقي كشفها وأفشلها، وأن طوال 17 عاما لم يستطيعوا لا تجزئة الشعب العراقي ولا تقسيمه ولا إنهاكه ولا إتعابه، وبالتالي خرج بقوة ضاغطة جديدة بأطر وطنية، ولذلك اتسعت حتى دائرة المناهضة للعملية السياسية ولمشاريعهم. إيران تعلم خطورة ذلك، لأن الرجل الأول لها في العراق والذي صنع الدولة العميقة هو المالكي، ولذلك هي لم تكن زيارة، هي إيران استدعت أدواتها من المالكي وفريقه من الميليشيات، مسؤولين من الميليشيات لا سيما الولائية المعروفين بأسمائهم، لوضع خارطة جديدة، لا سيما أن إيران تريد المحافظة على الطريق البري، تريد المحافظة على الدولة العميقة، تريد تقوية الميليشيات، وهي أمام منعطفات أخرى لا سيما بعد الانتخابات الأمريكية القادمة على شكل المنطقة ليس فقط على شكل العراق، لذلك حقيقة هم هناك تخوف كبير تماما من إنهاء الدولة العميقة، وبالتالي لابد من إعداد خطط جديدة يقودها المالكي، سواء في فتنة داخلية أو في عملية عسكرة المجتمع أو عمليات قتالية، ولذلك رأيت أن هذه الميليشيات في الأيام الماضية التي سبقت زيارة المالكي وربما ستتسع في الأيام أو الأسابيع القادمة قبيل إذا ما جرت انتخابات مبكرة، العزف على الورقة الطائفية من أجل إرجاع هذه القضية حتى يتم حقيقة هيكلة الأمور وتصفيط المجتمع أو تقسيم المجتمع بهذا الإطار. لذلك استدعاء المالكي جاء لوضع خطة إيرانية جديدة تفي بالمرحلة القادمة ومتطلباتها. نعم، صحيفة القدس العربي أوردت خلاف سياسي وشعبي حول قانون الانتخابات الجديد. برأيك هل سيخرج قانون الانتخابات الجديد في العراق من عباءة الطائفية؟ الأحزاب والعملية السياسية أسست منذ عام أو قبل عام 2003 منذ اجتماعات لندن على الأسس الطائفية، وبالتالي صنع مجلس الحكم الذي مفرداته تحكم إلى هذه اللحظة على أطر طائفية بتقسيمات واضحة تماما، سواء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والعملية السياسية مبنية على المحاصصة الطائفية بطريقة واضحة. إذن كيف يمكن لهؤلاء الذين سبب وجودهم وتسليمهم حكم العراق لأنهم مقسمين ولأنهم رضوا على أنفسهم أن يكونوا مقسمين على أسس طائفية، كل يدعي تمثيل مكونه وهم يكذبون، بدليل أن الشعب العراقي اليوم جميعا ضدهم. لذلك هؤلاء الذين ارتضوا باستمرار وسبب استمرارهم الحكم هو وجود المشروع الطائفي في العراق، لذلك لا يمكن لهؤلاء أن يكتبوا قانون انتخابات تفي متطلبات الهوية الوطنية والمرحلة الوطنية وما يريده الشعب العراقي أن تكون هناك قانون انتخابات عادل على أسس المواطنة وعلى أسس المساواة وعلى أسس تقديم الكفاءة التي اختارها الشعب العراقي. لذلك سيصرون على أن يكون قانون الانتخابات قانون طائفي مفصل على مقاسات هذه الأحزاب وما يتيح لها من تزوير واضح تماما لإعادة تدوير أنفسهم مرة ثانية. ممكن طبعا أن يسمون أنفسهم بأحزاب جديدة وأسماء جديدة تدعي الوطنية، لكن هذا حقيقة لن يخرج على أنه يكون هؤلاء بأسماء جديدة أو أسمائهم من إعادة انتخابهم مرة ثانية عن طريق التزوير. لذلك القانون سيبقى بأطره الطائفية ويخضع لمصلحة هذه الأحزاب بطريقة واضحة من أجل إعادة أنفسهم على حكم العراق. طيب،
في ذات السياق، صحيفة المراقب العراقي بيّنت أن البرلمان يعود إلى سباته من جديد بسبب مشاكل معقدة حول آلية إجراء الانتخابات من حيث الاعتماد على البطاقة العادية أو البطاقة البيومترية، واختفاء أكثر من 1,500,000 بطاقة لم يتم الكشف عنها لغاية الآن. ما الغاية من اختفاء البطاقات الانتخابية؟ وهل تعتقد أنه ستكون هناك انتخابات في حزيران 2021؟ أولا، معلوم تماما أن البطاقات توزع على الأحزاب، لأن موظفي الأحزاب هم من يدير مفوضية الانتخابات، وهي مقسمة فيما بينهم على أسس حزبية يدعون أنها على أسس أيضا طائفية ومكونات. هذا ابتداء. لذلك اختفاء البطاقات هو ليس اختفاء، إنما هو عملية توزيع ما بين تلك الأحزاب بطريقة واضحة ومكشوفة ولا يمكن أن تغطى بغربال. على هذا الأساس البرلمان وجميع الأحزاب ليسوا مع الانتخابات المبكرة، لا سيما أن الشعب العراقي غاضب تماما عليهم، وهم يخشون من ردة فعل الشعب العراقي، لا سيما أنهم يعلمون تماما أن هناك إذا ما أصرت الكتل والمجتمع الدولي على هذا القانون وعلى الانتخابات بطريقة ما موجود من المفوضية الحالية وانتشار السلاح والميليشيات التي تنتشر وهي التي تتحكم بالانتخابات، وأمام حركة نزوح كبيرة ومهجرين خارج العراق، اليوم يتكلم جان عطبورن عن 9 مليون مغيب إرادته لا عن الانتخابات ولا عن داخل العراق، وهم مضطهدون بسبب التغيير الديمغرافي، فضلا عن مئات الآلاف في السجون والمغيبين. على هذا الأساس لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة. هذا كله حقيقة يفضي إلى أن هذه الأحزاب لا تريد انتخابات مبكرة، لكن الضغط الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هي من تريد حتى تصنف أن هناك انتخابات مبكرة وأن لا تنهار العملية السياسية. ولذلك البريطانيون حرصوا على إبلاغ ذلك لمرجعية النجف التي أيدت الانتخابات المبكرة. لذلك القضية تبقى تترنح إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. إذا استطاعت الأحزاب كسب هذا الوقت وبالتالي بيان ما يجري من عملية الانتخابات الأمريكية وما يجري من بعدها وفوز الرئيس القادم، هو الذي سيحدد إذا ما قرر انتخابات مبكرة من أجل ترقيع العملية السياسية أو من عدمها أو إقناعه بتأجيلها، لأنهم هم الآن يريدون وضع حجة على أنه البرلمان هو الذي يجعل الانتخابات المبكرة من خلال حل نفسه بتشريع، وأن رئيس الوزراء ليس له الحق، فإذا هم يستطيعون التحايل على إلغاء قرار رئيس الوزراء الحالي بعدم الانتخابات المبكرة بحجج أخرى كما ذكرناها. صحيفة القبس الكويتية نقلت عن صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية: بدون رصاصة واحدة هكذا ابتلعت الصين الشرق الأوسط. ويبدو أن الصين وليس الولايات المتحدة هي من ربح حرب العراق وتداعياتها في نهاية المطاف دون أن تطلق الصين رصاصة واحدة. إلى ماذا يدلل ذلك؟ من المعلوم تماما أن هذا الصراع على القطبية الثنائية بين العالم وبين أمريكا والصين واضح تماما. بالتأكيد الصين عزفت على حقيقة استغلال ودعم إيران، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا سلمت العراق لإيران من خلال اتفاقيات حول تشكيل عملية سياسية وكذلك التعاون على ملفات المنطقة ودفع المنطقة من خلال اللعب بالورقة الطائفية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لكنها تناست الولايات المتحدة أن المحور الصيني مع إيران أقوى، ولذلك حقيقة الصين كقوة اقتصادية لولاها لما إيران صمدت أمام كل هذه العقوبات الأمريكية، وهي تحظى بهذا المحور منذ ليس الآن. لذلك استخدمت الصين إيران وميليشياتها دون أن ترسل جنود أو طلقة لزيادة نفوذها، وما تريده الصين هو الغزو الاقتصادي وبالتالي هيكلة المجتمع وهيكلة كل القطاعات من خلال السيطرة الاقتصادية والصناعات الصينية على جميع المستويات العسكرية منها والمدنية، وبالتالي هذا سيكون أكبر نفوذ من أي احتلال عسكري، لأن الكل سترتبط مصالحه مع الصين، وبالتالي مستقبلا سيتم تنفيذ الأجندات الصينية. نعم، في الختام أشكرك سيد عبد القادر الشكر الجزيل لانضمامك إلينا. أهلا وسهلا بكم.
مشاهدينا، كان معنا السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لطيب متابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.